تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم خلال البرنامج بنتطرق الأمور طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم وداخلاتكم واقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكر بأرقام التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. وشاركني اليوم في تقديم الحلقة عبد الله جمعة. صبحكم الله بالخير جميعا. صبحت الله بالنور والعافية دكتورة. وياكم الدكتورة عاشة البسطي. مثل ما عودناكم برامجنا بتكون طبية وصحية متنوعة، وخلال البرنامج إن شاء الله مثل ما ذكرناكم أكثر عن مرة يسعدنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم. نذكركم بأرقام التواصل ويانا في البرنامج. أرقام التواصل 600-55-1414 وعلى الرسائل النصية 4006. وكما عودناكم مستمعينا الأعزاء بدعوتكم بالتواصل معنا ومناقشتنا بأي موضوع أو قضايا تهمكم، وبالأخص يعني موضوع الصحة والسعادة. صحيح، ومداخلاتكم واقتراحاتكم ترى تدخل يعني تعطينا تشجيع أكثر وأكثر على تطوير من خدماتنا، وخاصة أنها الخدمات موجهة لكم أنتوا بالخصوص، وهدفنا طبعا دائما سعادتكم وسلامتكم. مثل ما عودناكم فقراتنا بتكون متنوعة اليوم عبد الله. مثل ما عودنا مستمعين الأعزاء خلال برامج بنتطرق لفقرة السوشيال ميديا، وعندنا الفقرة التوعوية هذه في الفقرة الأولى لنا في البرنامج. بالنسبة لفقرة السوشيال ميديا اليوم ويانا بتكون أسماء الجناحي. نعم، بتكون معنا إن شاء الله اليوم أسماء، الأخت أسماء الجناحي، للتعرف على اهتمامات السوشيال ميديا اليوم وأغلب ما يدور فيها. صبحت الله بالخير أسماء. أسماء الخير، صبحكم الله بالنور سور دكتوران والأستاذ عبد الله، شخباركم؟ مرحبتين. مرحبا أختي أسماء، كيف حالك؟ صباح الخير. تمام الحمد لله، أقول صباح الخير لكل المستمعين، ونقول خميسهم ونيس، خلاص اليوم آخر يوم وباكر ويكند، ونذكر الجميع أن إن شاء الله باكر بتبدأ فعاليات تحدي دبي للياقة. ساعة في اليوم ما راح تضر، لكن راح تفيدك وايد، نقول لهم فخي شاركون إن شاء الله. وباكر الافتتاح وفعاليات بتكون على مستوى إمارة دبي. كذلك بنأخذ جولة من الأشياء الصيف في قنوات التواصل الاجتماعي، هيئة الصحة ووزارة الصحة وهيئة صحة أبوظبي يتعاونون في المسرعات الحكومية لنشر الوعي حول صحة المرأة، ومن ضمن مشروعهم الخدمات الصحية المقدمة للمرأة. نقوم نحن أستاذ جهاد بنشر الوعي حول الخدمات اللي نقدمها نحن ومخصصة للمرأة. كذلك بيحصلون في حساب قنوات التواصل الاجتماعي للمسرعات الحكومية الاتحادية، وأيضا في قنوات كل المؤسسات الصحية. كذلك من المواضيع اللي حطيناها نصائح مهمة يجب اتباعها بعد إجراء العمليات الجراحية. بعض الأشخاص يتحرون أنه إذا سووا عملية جراحية خلاص يعني سووا العملية يرد البيت، لا، في تقريبا بعض الأشياء اللي لازم أنت تحافظ فيها عشان تستفيد أكثر من العملية اللي سويتها. ففي وايد مجموعة نصايح، وأيضا باكر نحن بنغطي الحدث تحدي دبي للياقة، ونتمنى الكل يتابع حساباتنا ويشوف الأشياء اللي بننزلها، ونقول لهم مع رسالتنا الإيجابية كن مختلفا بأفكارك الإبداعية اللي راح يميزك أفكارك. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتم بصحة وسعادة أسماء الجناحي.
الله يبارك فيك اختي أسماء. ومثل ما ذكرت الاخت أسماء الجناحي بان دبي هيئه الصحه بدبي دكتوره عندهم كثير من البرامج الحيويه اللي بتكون يعني منتشره في ارجاء الاماره. صحيح. وايضا هناك في يعني اهتمام من موظفين هيئه الصحه وفي برامج وخطط يعني اعلاميه وتسويقيه لهذا البرنامج، لان الهدف منه دكتوره مثل ما تعرفين انه شهر كامل بفعاليات. صحيح. مختلفه تهم صحه سعادة المتعاملين والناس. صحيح صحيح. نعم. عبد الله، والجميل أن فقرتنا في السوشيال ميديا تعطي الشخص أول بأول الأشياء. نعم. اللي موجودة واللي موجود كذلك في هيئة الصحة في دبي وكذلك اللي تهمه. بننتقل. نعم. الحين بعد فقرة السوشيال ميديا لفقرتنا التوعوية، واليوم بنتحدث عن موضوع جدا مهم يخص الجنسين بس أكثر شيء يخص السيدات، واللي هو بنتكلم أكثر وأكثر عن الوقاية من سرطان الثدي بس هالمرة بالتغذية. ويانا بتكون أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة شيماء قايد. صبحت الله بالخير شيماء. صبحكم الله بالنور والسعادة دكتورتنا. مرحبا أستاذة شيماء، كيف حالك؟ الحمد لله شف الحال، الله يسلمك يعافيك. الله يبارك فيك. أستاذة شيماء، الموضوع شيق وحتى العنوان يعني، وهناك الكثير اليوم من الدراسات تثبت بأن هناك الكثير من الأمراض وكثير من الحالات أن تتعالج بواسطة الغذاء والتغذية والنمط الحياة والبرنامج الغذائي المميز. تكلمينا أكثر أستاذة شيماء عن هذا الموضوع وبالأخص عن موضوع سرطان الثدي. أكيد. طبعا مثل ما نعرف كنا نحن الحين في شهر، الشهر السرطان الثدي معروف شهر أكتوبر، أن نحن نحتفل بهالشهر بأن نحن نتعرف على هذا المرض أكثر ونتعرف أن كيف نحن نقي نفسنا من هذا المرض أو كيف أن نحن نحمي نفسنا من هذا المرض. طبعا سرطان الثدي منتشر عالميا بنسب عالية، وفي له عوامل تساعد على حدوث هذا المرض. من ضمن هالعوامل طبعا يعتمد على السن، التاريخ المرضي للعائلة، يعتمد أيضا على الخمول اللي إذا كان أو قلة نشاط البدني، يعتمد على السمنة والتغذية. نتكلم ناخذ التغذية لأنه هذا المجال اللي راح نتكلم عنه اليوم، اللي هو التغذية وكيف نحمي نفسنا من السرطانات وخصوصا سرطان الثدي. عشان نحن نعرف كيف نحمي نفسنا من السرطان عن طريق التغذية لازم نعرف العوامل الغذائية اللي تساعد على حدوث التغذية. صحيح. في مشاكل غذائية نحن نمارسها تساعد على حدوث السرطانات. من هذه المشاكل تلوث الأطعمة بمواد مسرطنة مثل الفلاتوكسين أو المواد المشعة أو بعض العناصر المعدنية الثقيلة مثل الزرنيخ والكروم والنيكل، فيكون الطعام متلوث بهذه المواد المسرطنة تسبب السرطانات. أو يكون بعض الأغذية تحتوي على هذه المواد المسرطنة لكن خلال مراحل الإنتاج تكون يعني مش بكميات كبيرة، لكن خلال مراحل الإنتاج أو تصنيع الغذاء يتم تخليق هذه المواد المسرطنة في هذه الأغذية، في بعض الأغذية. أيضا إفراط في تناول اللحوم المشوية والمدخنة، إقلال من تناول الألياف مثل الخضار، الفاكهة، الحبوب الكاملة القشرة، تكرار استخدام الزيوت في القلي مثل ما يحدث في الأكلات الجنك فود في المطاعم، يتم استخدام الزيوت تكرارها استخدامها، هذا يسبب مشاكل أو مشاكل صحية من ضمنها حدوث سرطانات. الإفراط أيضا في تناول الدهون. فإذا عرفنا المشاكل أو الأسباب اللي تسبب أو تساعد في حدوث السرطانات راح نعرف كيف نحن نحل المشكلة. كيف نحلها غذائيا؟ نحلها غذائيا أول شيء نقلل من تناول الأطعمة المشوية مباشرة مع الفحم، يعني تكون طريقة الشوي تكون طريقة صحية، ما تكون الشوي المباشر على الفحم، يكون شوي في مسافة بين الفحم أو بين الضوء وبين اللحم اللي راح نشويه أو الأكلة اللي راح نشويها. الإقلال من تناول الأطعمة المملحة، المدخنة، المخللة مثل ما قلنا، الأطعمة المصنعة، كل هذه عمليات التصنيع ممكن تزيد من المواد المسرطنة في الأغذية. نعم. الإكثار من تناول الفواكه والخضار الطازجة والحبوب الكاملة لأن هذه تكون عالية بالألياف واللي هي تحمينا من تكوين الخلايا السرطانية. الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة.
الإقلال من دهون، بحيث أن الدهون المفروض نتناولها ما تزيد عن مستوى 30% من احتياجاتنا السعرات الحرارية، وتكون الدهون اللي نحن ناخذها دهون تكون صحية ومفيدة، مثل الدهون الأحادية غير مشبعة والدهون المتعددة غير مشبعة. نبتعد من الدهون المشبعة والدهون الترانسفات المهدرجة اللي هي تكون مصنعة. ننوع في تناول الأطعمة. أكثر شيء نركز دائما لما نقول مواد، لما نقاوم الخلايا السرطانية بمواد مضادة للأكسدة. الناس تتساءل شو يعني المواد هذه المضادة للأكسدة؟ صح، المواد المضادة للأكسدة تكون عبارة عن جزء قادر على منع تأكسد الجزيئات الأخرى الموجودة في الجسم، بمعنى أن الجسم تأكسد اللي يستوي تفاعل يستوي اللي يتحول الإلكترونات الموجودة بالأجسام من مادة معينة إلى عامل مؤكسد فيتلف الخلايا، فهذه المواد المضادة للأكسدة تمنع هذا التأكسد، تحمي الخلايا أنها تتلف، فهذه مهمة جدا في أجسامنا. فكيف وكيف نحصل عليها؟ طبعا عن طريق الأغذية. بعض الأغذية تكون غنية بهذه المضادات الأكسدة واللي تحمينا من السرطانات، منها نقول مثلا القرنبيط الملفوف، البروكلي الليفت، هذه أغذية الخضار، هذه تكون غنية بمادة كيميائية اللي هي فيتوكيميكالز يسمونها، وهذه تقاوم الخلايا السرطانية. نعم. ومو بس لسرطان الثدي، يعني للسرطانات عموما. أيوة. أن الثوم والبصل، الثوم والبصل أيضا يحتوي على مركبات الأيليلية، أيضا هذه تساعد، وهذه تعطي الميزة الرائحة المميزة في الثوم والبصل، هي بسبب المركبات الأيليلية الموجودة، وأيضا أيضا تساعد على مقاومة السرطانات. الحمضيات، الفليفلة، الكيوي غنية بفيتامين سي، فيتامين سي واحد من المواد المضادة للأكسدة. عندنا بالنسبة للصويا، حليب الصويا، جبنة التوفي، الفول الصويا، هذه كلها غنية بهرمونات نباتية تسمى الفيتو انستروجين، وهي تحمي من سرطان الثدي ومن مبيض من الرحم. نعم. جميل مثلاً. ذكرتي هالشيء شيماء، يعني أيوة. ناحية مضادات الأكسدة، لأن دائما نسمع عن مضادات الأكسدة للوقاية من السرطان، والناس حابة تعرف شو بالضبط هي مضادات الأكسدة. أيوة. صراحة موضوع تكون واضحة للناس عشان يعرفون إنهم شو يعني مضادات الأكسدة. صحيح. فهذه الأطعمة تكون غنية بالمضادات الأكسدة. نعم. وكل ما كان غذاء ملون أكثر، الخضار ملونة أكثر، فيها ألوان مثل لون البنفسج الأحمر، لون الأخضر، لون البرتقالي، هذه معناتها أن هي غنية فعلا بهذه المضادات الأكسدة. ممتاز. وهذه المضادات الأكسدة تحمي من تلف الخلايا. ممتاز. مو بس السرطانات، خلنا ندخل شوي شيء ثاني، داهمنا الوقت شيء إن شاء الله بنتطرق لهالمواضيع أكثر وأكثر في حلقاتنا الجاية إن شاء الله، وخاصة إن ذكرتي مواضيع يعني دققتي وركزتي على مواضيع جدا مهمة والناس حابة تفهمها أكثر وأكثر، وبينتيها بطريقة بسيطة وكيف كذلك الناس تقدر توصلها بالأكل اليومي اللي يأكلونه. أكيد أكيد أكيد. وهذه نهاية إن شاء الله الفقرة هذه، وأتمنى للمستمعين مستفيدين من الفقرة، ونوعوا بأطعمتكم ولونوا الطبق عشان تستفيدوا من الطبق، والله يحمي الجميع من الأمراض إن شاء الله. إن شاء الله يا أستاذ أستاذ شيماء قايد، أخصائية تغذية في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك. شكرا، يعطيكم العافية. شكرا أستاذة شيماء. الله يعافيك. هذه كانت فقرتنا التوعوية مع الأستاذة شيماء قائد أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي. طالعين فاصل مستمعينا وراجعي لكم بفقرات جديدة ومهمة مثل ما عودناكم، نتكلم عن مبادرة جديدة اللي هي أنقذ حياة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برامج صحة وسعادة. نذكركم برقم التواصل ويانا 600551414، وعلى الرسائل النصية 4006 4006 على الرسائل النصية. طبعا في فقرتنا هذه بنتكلم عن مبادرة جديدة لمساعدة مرضى الفشل الكلوي في دبي، وطبعا سبحان الله يعني كل ما تعطي يعني إيك وبدون مقابل، كل ما يعني يرجع لك هذا العطاء، وطبعا ما شيء أهم من عطاء الصحة. مبادرة أنقذ حياة،
واحدة من بين أهم المبادرات الإنسانية اللي تبنتها هيئة الصحة بدبي وتبنت تنفيذها لمساعدة مرضى الفشل الكلوي والغير قادرين على تحمل التكاليف العلاجية، وذلك ضمن خططها وبرامجها الرامية إلى التخفيف عن المرضى المعسرين، وكذلك تعزيز جهودها في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال صندوق الصحة التابع لها. وحول هذه المبادرة يسعدنا يكون ويانا اليوم في الاستوديو الأستاذ سالم محمد بن لاحج، مدير مكتب صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير. مرحبا سالم. صباح الخير. صبحك الله بالخير أخوي سالم. خير والنور. الله يطول. الله يحييك، شرفتنا اليوم في البرنامج. ومثل ما ذكرت الدكتورة عائشة بأن هيئة الصحة بدبي عندها كثير من المبادرات اللي هي المبادرات الإنسانية اللي دائما موجودة في الهيئة وبشكل كبير، وأنتوا طبعا القسم عندك عندكم أيضا برامج وعندكم أنشطة وعندكم يعني أمور تخص بالمبادرات الإنسانية في هيئة الصحة بدبي. حول هذا الموضوع أخوي سالم، لو تحدثنا نبذة عن المساعدات الإنسانية اللي تقدمها هيئة الصحة في دبي. جزاك الله خير أخوي عبد الله. طبعا احنا في هيئة الصحة في صندوق الصحة أو بالهيئة طبعا حسب الصلاحيات المعطى لمكتب صندوق الصحة في إطلاق مبادرات إنسانية تخدم المجتمع. نعم. حرصنا أن نحن يعني نطلق مبادرات يعني يحتاج لها المجتمع يعني، ويعني يعني نهتم فيها يعني من بداية إطلاقها وتمويلها عن طريق طبعا المحسنين أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية والمؤسسات الحكومية، فنخرج برامج حاجة المجتمع أو حاجة الناس اللي في المستشفيات، فنحاول أن يعني نشكل برامج بهالطريقة يعني. وتكون متنوع. وأهم شيء أن هالبرامج لها علاقة بصحة الشخص، يعني ما شيء يقدر الصحة أو يساويها يعني، لا مال ولا شيء يعني، سبحان الله الصحة من أهم الأشياء وما يحس بهالشيء إلا اللي فاقد هذه النقطة. نعم. أخوي سالم، أيضا اختيار الاسم لو نلاحظ الدكتورة يعني أنقذ حياة، واختياركم لبرنامج يعني موضوع الفشل الكلوي موضوع حيوي ويخص عدد يعني عدد كبير من الناس، وفي هناك مشكلة، فلو تكلمنا عن الموضوع هذا من ناحية يعني أهداف المبادرة هاي، وأنكم أنتم خصيتوا موضوع أو المرضى اللي هم المصابين بالفشل الكلوي. شكل ما قلت نحن نحرص دائما أن نحن نطلق برامج يعني تمس المجتمع أو تمس حاجة المجتمع. نعم. تعرف أن الطاقة الاستيعابية في مستشفياتنا لمرضى غسيل الكلى كبير يعني. صحيح. يعني يمكن مضغوطة، مرضى الكلى يحتاجون يعني خدمات الغسيل، الغسيل يكلف يمكن مبلغ وقدره، غير أنه يستهلك طاقة المريض ويأخذ وقت يعني في المستشفى يمكن 4 ساعات المريض. صحيح. في إجراء غسيل الكلى يعني فترة طويلة على نفس القسيم يعني. طبعا ينطبق على المرضى اللي هم يعني غسيل الكلى، إذا أنت يعني إحنا قسناها من هالناحية يعني، إذا ياك مريض كلى والطبيب قرر أنه يعمل له غسيل. نعم. الغسيل العادي طبعا اللي هو يمكن الدكتورة أدرى مني أنا، الغسيل العادي أنا بيتركب له قسطرة العادية اللي هي المؤقتة، وأنه يأخذ له يمكن 4-5 ساعات، ويمكن يستدعي أن يعني يتم في المستشفى كم من يوم. فالأخوة في إدارة أو قسم الكلى. نعم. تواصلوا ويانا أن نحن نفكر في طريقة. نحن فكرنا في أن نعمل باكج يعني متكامل أو طباقة متكاملة بالنسبة لغسيل الكلى أو تجهيز مريض الكلى. نحن اختارينا بطريقة نوعية أخرى أن يكون أجهز مريض الكلى أن يكون جاهز لغسيل الكلى في الهيئة أو أي مستشفى خاص. فاختارينا الغسيل اللي هو تركيب القسطرة الدائمة. نعم. وطبعا القسطرة الدائمة التكلفة فيها يمكن يعني فوق 13,000 درهم. صحيح. حطينا الفكرة أن يكون فيها الفحوصات العامة بالنسبة لمريض الكلى اللي هو محتاج غسيل الكلى، تركيب القسطرة يعني هذا الباكج اللي نحن اشتغلنا عليه، تركيب القسطرة الدائمة مع الفحوصات الدائمة اللي هي الأساسية اللي هي الكبد على الكلى أساس أن نشوف أن المريض فت، يكون المريض موجود عندنا 5 أيام أو 5 غسلات. نعم. أساس نطمن أن الجهاز شغال، الجسم تقبل
الغسيل عن طريق الجهاز هذا، وعقب إذا له إمكانية أن يغسل في هيئة الصحة يكمل البرنامج العلاجي، أو أنه إذا كان عنده باقة تأمينية يقدر يعالج أو يطلع خارج الهيئة. فيعني هذه يرجع لقسم الكلى. ممتاز، يعني تتابعون المريض حتى بعد ما يتنفذون، يعني أنتم ما بس يعني هيئتوا لغسيل الكلى، أنتم تابعتوا في أول الجلسات عشان تتأكدون فعالية هذا الغسيل معه. نحن شفنا دكتورة أن يعني أنك أنت تعمل لغسيل وطلعة ما يعني ما مجدي، أو أنك أنت تعمل للغسيل المؤقت هذا والجهاز المؤقت ما مجدي بالنسبة للمريض، بس أنت هيئة أنه ممكن جمعيات خيرية تتبناه بعد فترة، ممكن يعني يكون في تنسيق بيننا وبين الجمعيات الخيرية أن يضمونه في برامجهم الخيرية اللي هي مال غسيل الكلى. فجهزنا المريض بهذه الطريقة. طبعا المريض أو رحلة المريض من الطبيب بعد ما يقرر أنه يحتاج غسيل الكلى يتحول على الأخصائية الاجتماعية اللي هي موجودة في قسم الكلى. نعم. تدرس حالته المادية والاجتماعية وتتأكد أنه الأوراق كلها سليمة بالنسبة للتأمين بالنسبة للأشياء هذه. نعم. وبعدين يتحول على البرنامج يعني اللي هو نحن نتكفل به يعني عن ممتاز. طريق يعني طبعا التبرعات وعن طريق المساهمات المجتمعية. ممتاز. أستاذ سالم، كم عدد المستفيدين من هالمبادرة شهريا؟ نحن كنا حطينا في رؤيتنا أن نحن نقدر نغطي يعني أكثر من حدود 10 مرضى يعني كموازنة. يعني نحن من بدينا من إطلاق المبادرة لنا الحين قدرنا نغطي أكثر من 19 حالة ما شاء الله. يعني بالباكج هذا يعني، وعدد يعني مب أن صغير، عدد كبير مقارنة بمرضى مثل مرضى الكلى. أستاذ سالم، طبعا لقبول هذه الحالات في المبادرة اللي هي أنقذ حياة، أكيد في إجراءات متبعة وشروط بعد مطلوبة للاستفادة من هذا الدعم، فممكن تعرفنا أكثر عليها؟ هو طبعا احنا يعني المرحله الاولى هي احنا اطلقناها على اساس ان تكون لتركيب الجهاز. طبعا فيما تكون مرحله ثانيه بعد لمريض الكلى اللي هي ممكن دكتوره اكون انا غلطان في المصطلح، بس هو الغسيل البروتونيوم. ايوه، اللي هو هذه مرحله او مخطط. نعم. يعني بنطلقها ان شاء الله بعد فتره يعني ان شاء الله. لان فيها سوائل صحيح تحتاج توفرها للمريض وهذه صحيح. فان شاء الله هذه بتكون المرحله الثانيه بتكون موجوده ان شاء الله. طبعا المريض نحن شكل ما قلنا قبل لا يدخل البرنامج. نعم. يقيم انه هو يحتاج غسيل كلى. نعم. من طبيب الكلى. ننظر الى يعني النقطه الثانيه اللي هو انه لا عنده قطاع تاميني ولا انه قادر يغطي تكلفه العلاج هذا. نعم. نقيمه عن طريق الاخصائيه الاجتماعيه. طبعا نطلب المستندات الرئيسيه اللي هي الإقامة في دبي، يعني الأشياء تثبت أنه حاجته للعلاج وأنه ما يقدر يغطي، فنجهز له على أنه يكون هاي الأوراق موجودة، وبعدها يتحول لمكتب صندوق الصحة يأخذ قرار في أنه يبدأ برنامج تركيب الجهاز والأشياء يعني. أنقذ حياة. طبعا مثل هالنوع من المبادرات أستاذ سالم تحتاج الدعم طبعا، وأكيد مو بجهة واحدة، فشو الجهات الداعمة لهالمبادرة في الهيئة؟ طبعا دكتورة احنا نحاول أن نسوق لمثل هاي البرامج. نعم. يعني نسوق لها عن طريق الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الحكومية اللي موجودة عندنا، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري من أكبر الداعمين لمثل هاي المبادرات. مجرد احنا نعطيهم ان احنا خطتنا يعني تحتاج ان احنا مثلا في اول سنه نحتاج 1,000,000 درهم مثلا. نعم. لمثل هاي المبادره. الاخوه في مؤسسه الشؤون الاسلاميه والعمل الخيري مدعمين لكل برامجنا تقريبا، لجانب طبعا المؤسسات الخيريه يعني من الدعم لمثل هاي البرامج. المتبرعين الدائمين او المتبرع المباشر لما تعطيه انت، انا عندي مشروع أو برنامج مثل هذا، تحصله يتفاعل معاه بسرعة ويقول لك أنا خصصت لك لغسيل الكلى، أو أنه إذا يتبرع نحن نقول له ترى نحن بنخصص المبلغ هذا لهذا حق مثلا هاي المبادرة أو هاي المبادرة يعني. ممتاز ممتاز. بالنسبة للتواصل من ناحية الأشخاص المعسرين اللي عندهم هذه المشكلة فحابين فرضا يتواصلون وياكم، فكيف يكون التواصل معاكم؟ طبعا احنا مستشفيات الهيئه او المستشفى المتخصصي يكون مستشفى دبي. قسم الكلى في مستشفى دبي طبعا خصصنا الاخصائيه الاجتماعيه اللي هي ماسكه قسم الكلى، ان التواصل يكون مباشره من خلالها،
وهي تدرس الحالة وتحولها إياها. في اتصال أستاذ سالم بس بنأخذه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا دكتورة، كيف حالك؟ الله يسلمك. الله يطول عمرك. صباحك الله بالخير والسرور. بالخير والنور والسرور، الله يحفظك. عندي سؤال بارك الله فيك. نعم. عندي ضيف. نعم. هذا الضيف خليجي. نعم. من الكويت. يقول أنا ودي أيك دبي، لكن هل يتوفر؟ هو يعمل غسيل طبعا مرتين في أسبوع في الكويت. نعم. فهل يتوفر للغسيل هنا في المركز في بنفس المواصفات اللي هو مثلا يطرش أو يجيب تغريرة معه؟ بالنسبة لغسيل الكلى تكون في مستشفيات معينة متوفر فيها غسيل الكلى، بس كل مستشفى له شروط معينة لقبول هذه الحالات، لأن نحن الكل عارف غسيل الكلى أن الدم يكون في جهاز معين ينسحب، وتكون الغسيل عن طريقة بطريقة معينة أساس بديل للكلى. فانتقال الدم، ففي مرات نتأكد خلو الدم من أي التهابات أو أي يعني يكون ملوثات أو أي شيء. فكل مستشفى عندنا في الدولة حاط شروط معينة لغسيل الكلى مسهلين للمرضى. هو بيجيب تغريرة، هو شو نوع الغسيل اللي يعمله في الكويت أو شو الغسيل اللي يحتاجه، لكن يبغي يعرف هل هو هنا مثلا يأخذون عليه رسوم معينة أو حاجة من هالقبيل. يعتمد على المستشفى اللي بيسوي فيه. في أماكن معينة هي المستشفيات الحكومية لها شروط معينة، إذا كان الشخص مقيم هني ما ينأخذ عليها يعني ما ينأخذ عليه الرسوم المادية. نعم. ألف شكر دكتورة، شكرا الله يطول عمرك. العفو العفو، حياك الله حياك الله حياك الله حياك الله. نرجع أستاذ سالم بخصوص التواصل. هي نعم أخويا سالم، يعني من خلال الموضوع أو المبادرة هاي الإنسانية، أنا متأكد أنتوا يعني درستوا الموضوع من جميع النواحي، لأن هاي مبادرة يعني يستفيد منها شريحة كبيرة من الناس. لو تبلغنا أو تخبرنا عن آلية التواصل إذا الواحد بغى يتواصل وياكم ويعرف كيف يقدر يستفيد من الخدمة هاي. هو طبعا شكل ما أقول، أنا بس بوضح بالنسبة للحالات، طبعا هي تدرس يعني ماديا واجتماعيا قبل لا تتحول للبرنامج، وتدرس عن طريق الطبيب أنه هو يحتاج أنك أنت الغسيل. نحن قسناها أن شكل ما قلنا الغسيل العادي يحتاج له، ممكن كل مريض يتم 4 أيام في المستشفى إذا كان الغسيل العادي، بس إذا يكون عنده قسطرة دائمة فبالعكس يكون المريض أفضل أنه يعني يغسل ويطلع، فبيكون له أريحية يعني، وما بيكلف الهيئة أن يتم في المستشفى أكثر من كم من يوم. بالنسبة للتواصل طبعا إحنا مثل هاي البرامج يكون عندنا منسق في المستشفى، الأخصائية الاجتماعية اللي هي ماسكة قسم الكلى، موجودة في قسم الكلى الأخت خديجة، تدرس الحالة كامل. طبعا يأخذون عليها موافقة من طبيبة الكلى على أن المريض هذا لازم يدخل يعني يتركب للجهاز هذا على أساس أنه ما يرجع المستشفى أكثر من مرة يعني. عقبها طبعا الأخصائية تحولنا نحن الدراسة. نحن تعودنا أن الرد يكون سريع بالنسبة لهذه، لأن القرار يكون داخل مكتب صندوق الصحة، ونرد عليهم بأن احنا قبلنا الحالة ونتكفل بعلاجها يعني. فنحن يعني أي مريض حاب أنه يراجع طبعا عن طريق الدكتورة، هي اللي تقرر، والأخصائية الاجتماعية هي اللي ترفع لنا المستندات المطلوبة يعني. صح أخوي سالم، أنتو يعني الموضوع المبادرة هاي اللي عجبني أنا دكتورة. نعم. أن خذوا الموضوع بشكل متكامل يعني. صحيح. هي مش بس تقديم. صح. الخدمة، وإنما أنتو أيضا خدتوا موضوع دراسة الحالة الاجتماعية للإنسان هذا، وأيضا الحالة النفسية. صحيح. اللي احنا في ذكرنا وتكلمنا كثير أن الجانب النفسي مهم لأي إنسان في وقت أنه يتلقى الخدمة العلاجية. صحيح. أود أخوي عبدالله، احنا من خبرتنا يعني في العمل هذا، يعني يوم ننسق برنامج أو يعني نطلق برنامج نغطي من كل الجوانب، يعني نغطي من جانب أن حاجة المجتمع شكل ما قلنا قبل، ونغطي من جانب حالة المريض أو حالة يعني المادية والاجتماعية والأسرية يعني، فنغطي من كل الجوانب هذه إلى جانب أن نعمل باكج متكامل حسب خبرة الدكاترة طبعا، في أنك إذا مريض قلب شو تحتاج إذا بسوي له قسطرة، إذا مريض كلى شو تحتاج له. صحيح. مرضى السرطان الحمد لله عندنا برامج قوية فيها. الحمد
فكل البرامج تقريبا احنا قادرين نغطيها بان نعمل لها باكج كامل، يعني ما دخلنا ظهرنا عن عن جانب اللي هو التقليدي بالنسبه للبرامج. صحيح. انك انت تعال عطى عالج علاج بسيط وخليه يطلع، لا نعطيه هي باقه متكامله شكل ما يقولون. وايضا يوفر يعني الوقت وال وال وال, وال يعني والمال اخويا سالم. وطبعا المريض طبعا انت اذا يعني كفيته شر او انك عالجته ولا هذا بيرد مثلا هاي الحالات ترجع منتج ما يشيل هم مثلا العلاج او الادويه او هذا، تحصلهم يكابر انه يجيب يعمل غسيل كلى او يكابر انه يعمل قسطره لانه عليه مبلغ كبير بيكون. فالحمد لله قدرنا يعني نشرك المجتمع ان نحن في مبادراتنا وشجعنا المرضى اللي هو ممكن يعني يتعالج ويرد منتج في الدوله بهاي المبادرات يعني. ممتاز، نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ سالم، وصراحة مبادرة أنقذ حياة يعني شيء كبير، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني نشكركم أستاذ سالم محمد باللاحج مدير مكتب صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي، ونتمنى لكم كل التوفيق. الله يسلمك. شكرا شكرا أخوي سالم على هاي المبادرة الجميلة، وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق إن شاء الله. طالعين فاصل إن شاء الله عبد الله، وراجعين فاصل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. صحة صحة وسعادة. هني مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. أحب أني أذكركم بأرقام التواصل 600-551414 والرسائل النصية على 4006. حلقتنا الثانية دكتورة بيكون معانا الأستاذ صالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة الضمان الصحي في هيئة الصحة بدبي. طبعا أبرمت هيئة الصحة بدبي مؤخرا اتفاقية بالغة الأهمية مع الجمعية الطبية الأمريكية AMA الرائدة عالميا في مجال البيانات والترميز، واللي بموجبه اعتمدت نظام الترميز الطبي 2018 CPT اللي يعد الأكثر والأحدث تقدما في العالم لإدارة منظومة الضمان الصحي في دبي، وتوثيق علاقة مقدمي الرعاية الخاصة بملايين المستفيدين من التأمين اللي تديرها الهيئة من خلال بوابة A-Claim Link في مؤسسة دبي للضمان الصحي. وبنتكلم أكثر وأكثر حول هالاتفاقية واعتماد نظام الترميز الدولي لمنظومة الضمان الصحي في دبي. ويانا بيكون الأستاذ صالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة الضمان الصحي في هيئة الصحة بدبي. وطبعا مستمعينا كلنا عارفين من ناحية الضمان الصحي يعني من أهم الأشياء الحين. سبحان الله، يعني ما بس في الدولة، يعني الواحد نفس ما ذكرنا في فقرتنا السابقة، الصحة ما تضاهيها ولا نقدر نقارنها بأي شيء في حياتنا كلها. نعم دكتورة، وأيضا مثل ما ذكرتي أن موضوع الضمان الصحي طبعا موجودة في كثير من المؤسسات. صحيح. الصحية، ولكن اللي يميز هيئة الصحة بدبي، واليوم بيتكلمنا إن شاء الله الأستاذ صالح الهاشمي بيتحدث عن النظام الإلكتروني اللي تم يعني وجوده في هذا استحداثه في البرنامج الضمان الصحي. أستاذ صالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة الضمان الصحي في هيئة الصحة بدبي، صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير أستاذ صالح. الخط يمكن شوي انقطع ويانا، بنرجع مرة ثانية نتصل بأستاذ صالح ونكلمكم أكثر وأكثر بخصوص الضمان الصحي. مثل ما قلت لكم مستمعينا وذكرنا عبد الله طبعا الصحة، فأنا بصير أي مكان على الأقل الضمان الصحي متوفر عندي في أي مكان، حتى لو كنت في الدولة أو خارج الدولة، يعني يعطيك مثل ما نقول ضمان أو أمن صحي على الأقل، الواحد يكون مرتاح من ناحية ضمانه الصحي. نعم. وطبعا هالشيء جدا أولته أهمية الدولة عندنا. بالضبط. وأيضا دكتورة لو 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 نشوف
أشوف أن موضوع الاتفاقية يعني هيئة الصحة دائما اتفاقياتها ويا جمعيات يعني دولية. الجمعية الطبية الأمريكية من الجمعيات المهمة ومهم أيضا في هيئة الصحة بدبي يعني اعتمادات دولية أن يكون صحيح. عندها أيضا اتفاقية صحيح. مثل الجمعية الطبية الأمريكية صحيح. في موضوع الضمان الصحي. ويانا الأستاذ صالح الهاشمي مدير التنفيذي لمؤسسة الضمان الصحي في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير أستاذ صالح. صبحت بالنور والسرور. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا أستاذ صالح، صباح الخير. صباح النور والسرور. يا مرحبا. الله يبارك فيك، نشكرك على وجودك اليوم على الهاتف في برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي. نحن طبعا تطرقنا للموضوع، أنا والدكتور عاش تحدثنا في المقدمة وتكلمنا عن الاتفاقية اللي استوت بينكم وبين الجمعية الطبية الأمريكية، وتكلمنا عن مدى أهمية الاتفاقية هاي لهيئة الصحة بدبي مع الجمعية الطبية الأمريكية. أستاذ صالح، لو تعطينا بس نبذة عن نظام الترميز اللي موجود في المؤسسة عندكم من فضلك. إن شاء الله. أولا مشكورين على هذا البرنامج الطيب، ومشكورين على إيصال صوتنا للإفادة للجميع إن شاء الله، ونتعلم منها. طال عمرك إحنا يعني التوقيع مع الجمعية الطبية الأمريكية كان لسبب توحيد إيجاد لغة موحدة لنقل البيانات، فهي الـ CPT codes 2018 بنسختها 2018 عبارة عن مجموعة رموز طبية تستخدم من أكثر من 50 سنة، بس تتطور مع الأيام. للإبلاغ عن الإجراءات والخدمات الطبية والجراحية والتشخيصية ما بين مقدم الخدمة وشركات التأمين عبر المنظومة الصحية اللي في المؤسسة اللي هي الإيكلين لينك. نعم. حتى يعني إذا التشخيص أو مقدم الخدمة أراد حتى موافقة التشخيص، بدل لا يكتبها كتابة يدخلها برموز وتنقل بشكل دقة أكثر، تحتاج إلى بيانات أقل إضافية، وسرعة الموافقة تكون يعني أدق إن شاء الله. وإحنا كمنظمة شو نستفيد كمنظومة أو كجهة رقابية؟ نستفيد جمع البيانات. أستاذ صالح، في يعني رموز معينة تدخلونها أنتم في السيستم يعني أو في هذا النظام؟ شوفي، المقدم الخدمة نعم يسعر خدماته عبر نعم. هالرموز هاي نعم. يعني الرمز هذا، هالرمز يشخص الشيء هذا وأنا هذا سعري، يقدمه لشركة التأمين، فيكون متفق عليهم بالأسعار مسبقا بالعقود اللي بينهم، يا عن طريقهم مباشرة يا عن طريق الطرف الثالث اللي هو المشغل المطالبات اللي هو اللي يسمى بالTPA Third Party Administrator. نعم. وإحنا طبعا نجمع البيانات، إذا كان في خلاف يعني نكون يعني مثلا محكمين بينهم، إذا ونجمع البيانات. تعرفين دبي والإمارات كلها فيها أكثر من 200 جنسية، الناس تيجي وتروح من شتى أنحاء العالم. صحيح. ساعات الواحد يكون يعني مثلا إذا فيروس مثلا لا سمح الله انتشر، نشوف هاي يعني من ضمن المنظومة نقدر نشوفه يعني كذا حالة ريبورتد على الوباء الفلاني، الله يحمينا يعني، ويعني نسوي عليها على متنها دراسات، نسوي على متنها شو تفاعل الأدوية معها، شو تفاعل العلاج معها، يعني وعندنا من ذلك نسوي الدراسات الاكتوارية واقتصاديات الصحة على إمارة دبي بشكل عام. نعم. أستاذ صالح، الموضوع طبعا له كثير من المتعاملين يحتاجون أن أيضا يستفيدون من هذا البرنامج، وبالأخص أنه بيكون برنامج إلكتروني. لو تخبرنا كيف يتم الاستفسار عن هذا النظام؟ هو فقط لغة موحدة أستاذي. نعم. لغة موحدة لل تبادل الخبرات وتبادل الآراء الطبية والموافقات، فحصريا بين شركات منشآت المقدمي الخدمة وشركات التأمين عبر المنظومة. نعم. يعني الكل اليوم لازم يعني من المنشآت الصحية ومن مقدمي الخدمة التأمين. نعم. لازم يكون يعني ملم بهاي اللغة، ملم بالسي بي تي كود، يتدرب عليها. نعم. وإحنا بنسوي كورسات عن طريق معاهد
ونعطيهم شهادات عليها أن يتدربون عليها ويتدربون على كيف يسعرون خدماتهم. وهذه بداية أن راح نعرض منظومة تأمين أو منظومة تسعيرية جديدة للتأمين راح نطلقها إن شاء الله خلال كم شهر. هاي الترميز أو هاي الترميز راح يعمل العملية سلسة لا ورقية ممتاز. ودقيقة جدا. ممتاز. نعم كل المطالبات لا ورقية يعني اليوم صحيح. يعني اليوم عندنا 100,000 ما يعادل تقريبا 100,000 معاملة في إمارة دبي ما بين مقدم خدمة وشركة تأمين. صحيح. نعم طبعا الأستاذ صالح يعني المبادرة هاي تتماشى مع رؤية هيئة الصحة بدبي بموضوع يعني الاستفادة من الموضوع الأنظمة والبرامج التقنية. كيف يعني أنتم بتستفيدون من هالمنظومة هاي حق التأمين الصحي بما يخص موضوع التقنيات الحديثة؟ نعم مثل ما قلت أنا التبادل يعني إحنا مكننا الإمارة بكبرها 100,000 معاملة تقريبا يوميا لا ورقيا وسرعة موافقات التأمين. يعني إذا مقدم الخدمة مقدم على الخدمة بشكل دقيق ومقدم الكود الصحيح نعم الموافقة تلقائيا. عندك طال عمرك يعني في السابق نعم. عندك يعني ساعات الكود كان ما يجي بشكل دقيق أو مثلا طلب الموافقة يجي بشكل يعني أنا ما بأكبر يعني بس يمكن تحسن يعني المقدم على 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 فحص عن أورام والشخص فيه لازم يفحص على مثلا ضغط دم صحيح البيانات ما تجي بشكل صحيح فأوجدنا أن لازم نوحد لغة التبادل تبادل المعلومات لحصر بيانات دقيقة وسرعة الاستجابة من 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 شركات التأمين. صحيح وهذا له دور كبير كبير. أستاذ صالح كلمة أخيرة توجهها لجمهور مستمعينا خلال البرنامج. مثل ما عودتكم هيئة الصحة دائما يعني إحنا نبغى ننقل الوعي نعم. للكل. نعم. التأمين ما زال جديد علينا في مجتمعنا. نعم. الناس ساعات تكهربط إن تقول هذا التأمين ما يغطي وتأمين أخرني صحيح. وتأمين عرقلني. صح. التأمين لو صار فوق يتحد عقد شريعة متعاقدين. صح. حتى لما إحنا نتعاقد في سعادة في عناية مع أي جهة نتعاقد بالشروط. في أشياء تتغطى في أشياء تتغطى بطلب معلومات إضافية. في أشياء مستثنى من التغطية لأسباب لأن كلها يعتمد على دراسات اكتوارية واقتصاديات الصحة بالشامل مع 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 الحاجة الطبية للعلاج. احنا في أول الطريق في هالمجتمع بشكل عام مجتمعنا ومجتمع الشرق الأوسط بأكمله الوعي إن شاء الله إحنا دورنا إن شاء الله راح يكون إنه نسوي دورات توعوية أكثر إن شاء الله إن شاء الله عشان الناس تفهم شو حقوقها شو لها شو عليها إن شاء الله نتمنى السعادة ونتمنى الصحة للجميع إن شاء الله ونتمنى لكم كل التوفيق. الأستاذ صالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة الضمان الصحي بهيئة الصحة بدبي شكرا لك. الله يعينكم بارك الله فيك. شكرا لك نتمنى لكم كل التوفيق. طبعا مستمعينا هذه كانت آخر فقرة لنا لليوم نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح. نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع جميلة وسعيدة للجميع واللي مداوم فيها إن شاء الله الله يعطيكم ألف عافية ويوفقكم. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد في التنسيق ميرا المري في الإخراج أيمن سرحيل ويشاركني الحلقة اليوم الأستاذ عبد الله جمعة. أشكركم جميعا نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد وإجازة سعيدة للجميع ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.